اخلص من واحد منهم قبل ما اقتل الثاني. ماني شايف. سمعته هو عم يتحرك بس سمعته هو عم يتحرك بس ما كنت عرفان عم يضرب ولا لا، فمشان هيك عملت دوج فورا. اوكي يعني شايفين ان هدول ايش سمبل اذا كان معكم هيك، هدول كثير صعب قتلهم اذا كان معكم سورسري لانه درعهم كثير كثير كبير. هذا الباب ما له اي فائده، ما بيعمل اي شيء. هاي المنطقه قوه هدول هو انهم كتار اللي يكون، بس يعني هاي الفكره. فالاحسن كنت تجيبون واحد واحد، واحد على اليسار كمان. وات بتضلك عم تتزحلط من طيبك؟ اه علينا. نط وزت حاله لتحت. لا طلع منه ايتم. واحد تاني هون. بس ضربت فوقه بشكل عام تعمل له اجرو فبيجي يمكن اساسا ينتحر هو لوحده كمان. انا ما انا قوي اصلا يعني اذا حبيت اقتلهم 3 اون 1 ما انا هالشغل الاسوء شيء بالدنيا، بس يعني انا ما بفضل بشكل عام اني اقتل كذا واحد بنفس الوقت، خاصه انه شايفين يعني هو بكتير البويز تبعه قليل، فاذا صبته بضربه احتمال يندفش لورا وهالشيء بيخليك ما تصيبه باقي الضربات. فمشان هيك ما كثير بحب اني اقتلهم مجموعه مع بعض لانه يعني بس الفكره انه بيزحطوا، ما تقدر تعمل كومبو وتقتل فيه واحد وخلاص يعني. اوو انتحر. نط انتحر مثل اي شيء. اوكي طيب في عنا طريق من هون طريق من هون، هذول اثنيناتهم ما كان فيهم اي شيء بذكر. وفي عنا النزلة لهون. هون وقت اللي بننزل في عندكم شغلتين، اول شيء ممكن تخلوا هدول يوقعوا، اذا طلعتوا على هدول ممكن نفس المبدا يوقعوا وهن طالعين، وفي واحد وراي هو بلا استعباط وهدولك الاقواس عم يضربوا من اخر الدنيا. بس 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 ما عاد فيني صوب اكثر من هيك. هذاك القوس هو اللي ملبكني. اتس فاين، مانا كثير بعيدين، رح ارد ارجع لهي المنطقة وعلى الاغلب رح طنش هدول اللي وراي ورد ارقد من هاي المنطقة اخذ السولز تبعي وفورا اطلع لفوق. ما في داعي انه نقتلهم يعني، هن هدول كثير بسيط قتلهم يعني. في مثل ما قلت لكم فيكم تنزلوا عندهم بس تعملوا لهم اجرو، نزلوا عندهم اعملوا لهم اجرو وبعدين رجعوا اطلعوا على الرام اللي كنتوا فيه وخلص لحالهم بيحاولوا يضربوكم وبيوقعوا من على الرام. فيعني ما انا هالشغله معقده، واصلا هن يعني اللي بده يقاتل كل الكاركترز اللي باللعبه ممكن يلاقي انه هدول لازم يوقف قدامهم وكذا. في حتى فيكم تعملوا له اجرو لواحد منهم، تقربوا شوي لقدام بيقرب منك هو فبيجي بتقتله وتجيب الثاني، بس خطورته انه هن ضربتهم شوي بتدفع لورا فممكن يوقعك. فهي الفكره الاساسيه. انا اللي راح اعمله انه خلص ما في داعي نقتلهم، راح اروح اخذ السول تبعوتي واركض لفوق مباشره عند السيلفر نايتس لانه هن اللي راح يكونوا سبب موتنا الاكبر بالمنطقه. يعني اكثر شيء ممكن يقتلني بهاي المنطقه هو السيلفر نايتس هن والاسهم المقرفه تبعيتهم. عم افكر انه ممكن الواحد ياخذ الشيلد الاتقل من هذا اللي الارمر تبعي ما كثير منيح اصلا يعني انا هذا اللي لابسه، بس اتس اوكي احسن بلا. بس بدل الارمر رجع حالي للنينجا، النينجا اوتفيت و بس
اوكي هون مثل ما حكينا هدول فين الواحد يطنشهم وينزل اذا ما جحش. طبعا انا جحشت طبعا طبعا. هدول عم يضربوا علي الاسهم من هون. هدول المفروض احيانا انه يقعوا ضلوا بيحاولوا يلحقوني بعدين بيقعوا. اوكي anyway. مشكلة ما بدي اغلط نفس الغلطة و جبنا اول واحد. رح احاول اعمل لكم نفس الشغله فرجيكم اياها قلت لكم اللي هو اوب 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 اللي فوق ماتوا واحد منهم مات. اوكي ناخذ السولز نعمل هيل لانه بدنا نقاتل بعد البلاك نايت مباشرة. هاي المنطقة المزعجة الاسهم تبعتهم كيرفينج هومينج لانهم فملاحظين انه بلفوا لعندكم، فالصح انكم تركضوا وتطنشوهم ما تحاولوا تصدوهم كثير. البوش تبعهم عالي، في عندكم واحد وراكم وواحد على اليمين، فانا اللي بعمله بالعادي انه طنش اللي وراي. هذا ممكن يوقع حاله بحاله. بس يا مخيف شايفين ليش هاي المنطقة كتير مزعجة؟ واحد وراك عم يضربك برماح وواحد قدامك بيضل بيشلف فيك وهو اصلا تانكي ودامجه عالي. طيب هالمرة بما انه قتلناهم لهدول والسولز تبعي فوق صاروا رح نطنشهم وخلاص نطلع بطلق. يعني انا مخي احيانا بضل بقول هاي لازم تقتل الكاركترز مرة على الاقل، فيعني لازم هاي. وبعدين هذا اللي قدامنا حتى لو قتلناه ما بالضرورة ما رح نكمل وخلص، الثاني بدي ارجع له ما نكون مضطرين، بس في ايتم بدي اخذه ولاني عم بعمل 100% لازم ارجع له. فيعني حطوا ببالكم انه موتاتنا ما رح تنتهي عند هذا الحد. عم فكر انا هلا ممكن تكون البوم فاير الثاني يعني اقرب من هاي مثلا. عم فكر اصلا انه اذا دخلت لجوا طنشت الثاني اللي بدي ارجع له بعدين اخذت البوم فاير بعدين عملت تليبورت كنا اسرع ولا لا؟ I don't think so. بظن عادي نفس الشيء. اظن هذا نفس الشيء لانه اذا شغلت البونفاير اللي تحتي ومتت او ايه ومتت وبعدين طلعت عندها بدي اضطر اطلع امشي لعند هذا اطلع لفوق الاليفيتر افتل الاليفيتر لفوق وبعدين ارجع امشي. اظن نفس الشيء نفس البعد يعني بيناتهم. هو هداك حاط لكم اياه بس لانه في شيء مختلف عنه بس يا زلمه يعني الغباء اللي عم يصير انه كثير مقبول شوي مقبول بس ما كتير. حف بشعر رقبتي. بس الإعاقة الإعاقة ما طبيعية اللي عاملينها اللي عاملين بهالمنطقة إعاقة ما مقبولة بنوب. أنور لوندو بالنسبة لي من الأماكن اللي كثير بشعة وتصميمها كثير غبي بصراحة يعني طبعا ما إنه غبي هو حرام هو التصميم ذكي بس يعني أنا بالنسبة لي من الأشياء واللي أوب اوكي خلصنا من اول واحد راح طبب
ونرجع لعند الثاني. الثاني ماني مضطر اني اعمله مثل ما قلت لكم، بس في وراه ايتم، وبسبب الغباء اللي انا حاطه كقانون ما عمل باري. اوكي، كتر لي من هالحركات. تحرق قد ما فينك. سول اوف هيرو يعني، ما انا هالايتم العظيمي، بس 100% يعني 100%، فلازم ناخذها. بليز ما تسقط يعني، بدي ارقد لعند الحيط، ماني راقد حتى لقدام. مرة وصلت لهون انا وزحطت هون مباشرة تحتي. اوكي كو، يعني توقعت تموت فيها اكثر من هيك. مباشرة بس نتخلص، بنلف يسار من هون، ما بنروح لاي جهة ثانية غير هون، وبنقعد عند هاي البونفاير وبنلاقي سولير. اللي راح اعمله انه استخدم مثل ما حكينا عندي هيومانيتي، لا اوكي نستخدم توين هيومانيتي، نعمل لهاي ريفرس كندلينج. عند هذا البوس فينكم تعملوا سامن له سولير، بس انا ما بفضل، انا بخليهم كتير تانكي، وهو هذا البوس صعب كتير يعني اصلا. طبعا البوس ما هون لسه، بس مطولين، بس يعني summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Dear me, pretend you didn't hear that. You really are fond of... Okay, that's it. عمليا هو موجود لحتى يساعدكم، بس من الشخصيات الحبابة كتير، ويعني بشكل عام كيوت. يب وات ايه شو كمان ايه تشيست ورا تشيست. عنده سانلايت ميدل، سانلايت ميدل بتاخذوه اذا عملته اسيست لاي حدا باي بوس. احاول اعملها هون، ما بعرف صراحه، اغلب الاحيان ما بتشتغل معي، بس لانه ما في كثير بلايرز عم يعملوا سامن. وهي ايتم بتستفيدوا فيها ب في حدا عمل لي انفيد انسان ولا لا؟ وات انسان كانه انسان هذا، ما هيك؟ وات انا مشان هيك ما احب ال هو انا وقفت شوي. هو المفروض انك تعمل له المفروض انك تعمل له هيلو او هيك شيء. وقفت شوي كنت اعمل هيلو، بس هو ما انه ريسبكتفول يعني، فورا بده يقاتل. هاي شغله. ثاني شغله انه انا مش هيك ما كثير بحب الكومبات سيستم فيها للاونلاين. انا ما عملت ليفل اب، ما هيك ما عملت ليفل اب، يلا نقتل هذا بعدين نعمل. لانه شو اسمه جليتشي يعني، مثل ما شايفين. المفروض انه ما كان يصيبني، وما اجى وراي، بس عشاشته بيكون اجى وراي عندي. لا طيب رح ننزل هون من البلوك ونزود الفيتاليتي كمان. على الاغلب بدي اوصل الفيتاليتي لل 20، بعدين ابلش زود الاندورنس لل 20، زود شوية شو اسمه عندنا صورة في هيرو نستخدمها. البلوك تاني 20. اوكي بعدها بنزود الاندورنس. ايه عنده على الشاشه بيكون هو
انا فعلا يعني هو صار وراي، انا عندي لا. دائما كنت انا ضد الاونلاين بهاي اللعبه لانه لازم ميك سنس. بذكر هذا الباب ما بينفتح من الجهه، ما بينفتح من الجهه. وهون بتذكر كان في تايتانايت، هون في كان في هيدن وول، هون في كان انفيزبل وول. بتذكر اذا كان في هون شيء، لا هون انفيزبل وول. الانفيزبل وول هذا ننزل لتحت، لما بتنزل لتحت هون ما في شيء. بتذكر هيك اوتوماتيك لما بتشوفوا حدا كاتب تكست قدام هاي، توقعوا على الاغلب انه هذا ميميك، بس ملاحظين انه هو عم يتحرك والتشين اللي عندي. فراح نفتح هاد، ناخذ من هون الاشياء. بتلاقوا دراجون توث، تذكروا مين استخدم ضدكم سلاح دراجون توث؟ هافل. فبتلاقوا الجير تبع هافل. هافل هو كان واحد من الفرسان تبع جوين، هن كانوا اربع فرسان على ما اظن. وشو اسمه، وبلش يصير هولو، فحبسوا واحد من اصدقائه المقربين بهداك المنطقه مشان ما ياذي الناس، وما قدر يقتله. وشفت انه ما حدا بموت، يعني بموت بيرجع بعيش، فصار هولو. فحبسوا واحد من رفقاته المقربين. في ناس بتقولكم اللي حبسوه هو البلاك سميث يلي اخذنا من عنده المفتاح يلي بتفتح فيه الباب تبعه. ومنطقيا ممكن لانه معه المفتاح، بس في ناس تقولكم انه لا، هو حبسه واحد تاني من الفرسان اللي هو يا اما جوين اللي هو القائد تبعه الملك الاله، يا اما ابنه، لانه بدارك سولز 3 بيجيبوا سيره ابنه شوي بالموضوع، اللي هو النيمليس كينج يلي بنقاتله بدارك سولز 3 اللي هلا اخذنا الخاتم تبعه، يا اما اللي هو الابيس ووكر. الابيس ووكر هو اللي بالدي ال سي موجود، احتمال يكون هو، لانه هو بيكون باغلب الحالات هو اكثر واحد محترم فيه من الاربع نايتس هذول، النايتس تبع جوين. اوب اوب اوب، ماني شايف شيء. فتلت الشاشه 10000 مره لانه قدامي عمود وما عرفت اللعبه شلون بدها تتعامل مع العمود. وات شو عم يصير؟ انا ماني حاطط، لا ماني حاطط الشيلد من بالي حاطه. طب صد اوكي، اعمل اللي بدك تعمله. انا رايح اوكي. في طريقه انكم تتعاملوا مع هدول اكثر، رح افرجيكم اياها هلا بعد شوي. اوكلت كلوب غريب انه اوكي، هذا بيعطيك الكلوب بس فيه دامج دارك. المهم شو كنت عم بحكي انا؟ ايه، في طريقة انكم تعملوا فيها مع هدول التشيستس، راح فرجيكم اياها. انكم زدتوا عليهم ليولدز اسمها، كانت ليولدز تالزمان، فبتخليهم يناموا ما بيرجعوا بيعيشوا، يعني بيناموا ما بيرجعوا بفيقوا، فبيقوم بيفتح تمه بتطلع منه الايتم اللي هو مخبيها. هاي المنطقة مليانة من هدول التشيستس، لازم تتذكروهم كلياتهم لحتى هاد. في عندنا كذا طريق، الأول هو هون بهالمنطقة، في عندكم تشيست كمان، ملاحظين مثل ما حكينا التشين تبعه. اوكي، هفرجيكم ليه اولد ستارز مان على اللي بعده، اللي هي هاي لويد ستارز مان. لويد ستارز مان استخدموه عليه، تاخذوا سيلفر كوين. أنا شيء مهم، يعني هنيك طريق. هذا جاي ولا شو؟ ما تصوتوا. اوكي، هذا الثاني راح افرجيكم شلون تعملوا عليه. شيل اب زتا قوم بفيق جولد كوين. طبعا هلا بضل فينك تقتله. انا اسرع منه فكملت الضرب، بس كان قطعة يعني شوي. تاخذوا سيمبل اوف افرس. سيمبل اوف افرس اذا قتلتوا كل ال شو اسمه التشيستس بتاخذوا هذا السيمبل. لازم تكونوا قاتلينهم كلياتهم، اذا قتلتوهم كلهم بتاخذوا خوذي هو عمليا.
صارت مرتنا اليوم احسد يعني او تحت الشيء. Symbol of Abyss monster head resembling a treasure chest. Once an ancient god, it is said this is the symbol of shame imposed on a long lost clan, exiled for the sin of avarice. هو هذا عبارة كان سابقا هو عبارة عن إله قديم كتير ويقال إنه هذا الرمز هو وضع لقبيلة مفقودة قديمة كرمز خطيئة أفرس. Wearing this slightly raises هذا الشيء بيخليكم تاخذوا شوية سولز أكثر من غيره وبزود لكم الايتم ديسكفري، فإذا بدكم تعملوا فارمينج لأي شيء خذوا هذا، بس شوية صغيرة بيعملكم الإفكت يعني بيعملكم الكيرس أوف ذا براندد، فهذا الشيء بيخليكم إنه يصير عليكم دامج كل شوي، بتلاقي قاعد عم يعض بالراس شوي، عض لك راسك. فبصير بيعمل دامج على حاله شوي أوتوماتيك. انترستنج اذا بدكم تعملوا فارمينج كثير مهم. في عندكم هون طريق وفي عندكم هون طريق. هذاك الطريق اظن كان فيه ديمون تايتانايت، كان هيك شيء من هنا. من هون بتنزل لعند هون ما في اي شيء، هالغرفه الغرفه ما في اي شيء، بس بتشوفوا فيها دراجون هيدز دريكس وهيك اشياء حاطينهم، فهاي الغرفه تقدروا تروحوا لهم جهه ثانيه. في عندكم هون سيلفر نايت. اطلع منه شيء. في عندكم هون هاي شايفين هاد ما له كثير مسلي التعامل معه مثل العادي، لو انه عنده الواحد شوية لايتنينج كان يستفيد فيه شوي. فطريقنا هون بيوقف، شايفين شلون الدرج هون بيوقف؟ في ناس تقدر تعمل شورت كات وتنط لمنطقة، أنا ما راح أعمل الشورت كات هاي، عملتها مرة واحدة من قبل بس ما في داعي نعملها، بدي أكمل بشكل طبيعي. في عندنا هداك النايت اللي قدامنا راح اتعامل معه. شايفين من الشباك مين في هنيك؟ انيون نايت. الانيون نايت بدنا نساعده، فاللي راح نعمله راح نروح لهي الجهة. هذا الباب. عندنا يعني كمان سيلفر نايتس بهالمنطقة. هون ما كان في أي شيء. شو هذا؟ طاير هدوك. في عندكم هون مثل العادي بكتبوا لكم amazing chest ahead. ليش؟ لانه chest معناتها صندوق ومعناتها صدر، فالمقصود فيها هاي الخانه. في عنا من هاي الجهه اظن فيني اضربه من ورا الحيط، ماني متاكد بصراحه. فيني يمكن اعمل هيك. اتذكر اني ضاربه من قبل، ما اتذكر شلون. anyway ما في داعي يعني. حط الحيط، فاين. ما نزل مني شيء. اوكي فوق في كان في شيء تحت هذا؟ لا. فوق كان في عنا واحد هنيك معه رمح او سهم يعني، واحد على اليسار بيجينا ونحن عم نقاتله بالسهم، فانا بفضل عادة اتخلص من تبع السهم اول. وات؟ وات هذاك ما اجى، غريب، عادة بيجي وقت بتجي لعند هذا انت. طلع من شيء؟ لا. لا. شايفين هو اجى لحاله. فينا نعمل له باري واشياء، بس مثل ما قلت لكم انا عم افضل اني اعمل له دامج عادي، لانه كثير ناس ما بتعرف تعمل باري، وممكن يقولوا انك انت قطعت لهون لانك بتعرف تعمل باري. انا فاشل جدا جدا بالباري، يعني انا بعرف بعرف شو الليمت تبعي، في عندي ليمت معين للباري اللي بقدر اعمله، بس بشكل عام انا ما بعمل. مثلا سيلفر نايتس كنت قبل ما اعرف اعملهم بنو باري، على التكرار بتقدر تعملها، بس انا بشكل عام ماني عم بعمل باري، لانه بدي الناس تشوف في حال انت عم تلعبها بشكل طبيعي، بحال انك انت شايل سيف ما شايل سيفين السيف بايدتين وكذا، كيف تتعامل معه.
عاد مثل عادي عنده مشكلة. Were you repelled by the Silver Knights? Oh, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together.